مرحبا، معكم Creative Aid. اليوم سأتحدث عن لمحة عن الآيفون 5C، مواصفاته وتعريفه. هناك الكثير من الشائعات والتكهنات عن الآيفون 5C، وهذا ما رشح لدينا من معلومات. سيأتي الآيفون 5C بألوان مختلفة، الأزرق والأبيض والبرتقالي. لا نعرف حتى الآن إذا كان سيأتي باللون الأسود، والكثير يعتقد أن الآيفون سمي 5C بسبب الألوان، وهي الحرف الأول من كلمة Color. والغطاء الخارجي سيكون مصنع من البلاستيك، وسيكون أنحف مقاساً من الآيفون 4 والآيفون 4S، والشاشة 4 بوصات وتصميم مشابه جداً لدمج الآيفون 3GS والآيبود تاتش 5. لن تكون هناك مميزات مثل الرتنا ديسبلاي أو عرض عالي الوضوح، وربما لن يكون هناك الـ LTE أو أي ميزات أخرى جديدة كالآيفون 5S الذي سيتم إصداره لاحقاً، على سبيل المثال ميزة مسح بصمات الأصابع، وهو موجه للفئات ذات القوة الشرائية المتوسطة من السوق التجارية، وبإمكان الجميع اقتناؤه. السعر سيكون أرخص من أي آيفون آخر. ستأخذ أبل الـ 5C وتستبدله بالـ 4S، والعام المقبل سنحصل على الآيفون 6 والآيفون 6S والآيفون 6C. تم تصميمه بالتأكيد للأسواق الناشئة مثل الصين. في الربع الأول من هذا العام، سامسونج باعت أكثر من 12 مليون من الهواتف الذكية للمستهلكين الصينيين، وباعت أبل 6.1 مليون فقط. هذه فجوة كبيرة بين الشركتين، وأبل تتطلع بالتأكيد للحاق في سامسونج من خلال الآيفون 5C. لا نعلم حتى الآن متى سيتم إطلاق الآيفون 5C، لكن من خلال الإشاعات والتكهنات يمكن أن يستعرض الآيفون 5C في سبتمبر، وربما يتم إصداره. نشكر متابعتكم. لا تنسوا تعملوا اشتراك بقناة Creative Aid والضغط على زر أعجبني، وإذا كان لديكم أي استفسار تركوا تعليق.